يقول أنا أعمل في أحد الجامعات كمدرس ولي... كمدرس ولا مدرس؟ يعني تشبه مدرس؟ نعم نعم. يقول ولي أحد الأصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة قسم الإهداء، وتأتي له كل فترة كثير من المطبوعات، وذلك لتوزيعها كهدايا على العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومدرسين وموظفين. نعم. كل على حسب درجته. نعم. فما هو الحكم في أن يعطيني مجموعة هذه الكتب، جميعها كتب دينية ومصاحف، وهو مسؤول عن ذلك، والتي من الممكن أن تكون مخصصة لمن هو أعلى مني في الدرجة العلمية من وكلاء أو عمداء الكليات، فما رأي فضيلتكم في تقبل هذه الهدية؟ لا يجوز هذا، يجوز يجب عليه أن يعمل بالنظام، ما دامت الكتب أنها توزع على منسوبي الجامعة على حسب درجاتهم، على حسب درجاتهم، فلا يجوز له أنه يحابي أحداً ويعطيه شيئاً لا يستحقه ويحرم من يستحق، لا يجوز له هذا، بل عليه الأمانة، هذا عمل وأمانة، عليه أن يلزم النظام وأن يوزع الكتب على حسب الدرجات المنسوبين، كل يعطيه ما يخصه نظاماً. نعم. وإذا أراد أنه يهدي لك يشري لك من المكتبات، يشري لك على حسابه ويهدي لك اللي هو يبي، أما أنه يأخذ الأشياء المخصصة للناس ويعطيها لك هذا لا يجوز. نعم.